ايه نويتوا تقلبوه امتى؟ ايه نقلب مين؟ الليله. وانا معاكم، انا شايفاه بياخد فلوس قد كده من الولايه اللي قلتوا عليها بتوزع اللحم. طب افرضوا بقى بعد ما قلبناه طلعت الفلوس دي دفنها في اي حته، تدفنوا معاه؟ انا هشور عليه بات في مطرح اللي لازم، وانتوا بقى شوفوا هتعملوا معاه ايه. مش عاجب ولا ايه؟ انت امبارح حتى ما دقتوش. دكتور ما عجبنيش. ليه؟ ناقص شاي ولا ناقص سكر؟ ناقص الرضا. رضا؟ ونحطه لك ازاي بقى الرضا ده في الشاي؟ انت حكايتك ايه بالظبط وعايز ايه؟ اللي عايزه قلته. ال50 جنيه بتاعتك بكره ولا بعده تبقى عندك. عندك بياتة ليا؟ بياتة عندي. تقدر تدفع؟ أدفع. الليلة ب30. موافق. و60 تأمين. موافق. ماشي. هعمل لك الشاي بالرضا. اما ده حتة راجل. في ايه كل ده؟ عوقتي ليه؟ ايه اللي حصل؟ الراجل ده مش سهل. ليه؟ ظهر منه حاجة؟ جيت اجرجره ولقيته هو اللي بيجرجرني. قالك ايه؟ طلب مني اشوف له بياتة. قصده ما تعرفلوش قصد، بس شكله دافيان قوي وعامله. شو قلتلكم؟ وده هنخليه يبرز الفلوس اللي معاه ازاي؟ تعملوا اللي تعملوه، انما قالتلي لا. ما تولي، انا بقولك اهو قالتلي لا. ويديني النبي الراجل ده لو جراله حاجه لاكون مبلغ عنكم الحكومه. وانت بقى من انهي بلد؟ شكل لغوتك صعيدي. ايوه. خد سيجاره. ما نتكيفش منه. معاك حاجه؟ حاجتين. ولا اعرف سكته. انا اعرف. آه. 20 جنيه كفايه؟ 20 جنيه يا ابن والدي، دي ما تجيبش سلخ. اه طيب. تسلم يدك. ها وصباح تستنى على فلوسها لبكره. وماله تستنى؟ احنا خلاص بقينا اهل. حضر انتوا بس القعده لحد ما ناكل. فريرة. اه. اللي قلت لي اسم الكريم ايه؟ خلف. خلف الله. يا صباح مش هتجي تاكل معانا؟ تسمع الكلمتين دول وتربط عليهم عقلك يكون قالك ان صباح ليها في الخبص ولا احنا لا مؤاخذه يعني. الوكل ماله مال الكلام الملهوش لازمه ده؟ احنا في العيش والملح. العيش والملح والجيره. الديره. الديره. صدق عندك حق، انا هروح عند الاله تيجي تاكل معانا. بركاتك يا شيخ خلف. صاحبي مسا مسا.
باظ. احنا قلنا اكتر من العيش والملح مفيش، غير كده بصبعه على خير. خلاص خلاص اوعى انت اوعى من وشي. بس ما تشربيش. خلاص خلاص احنا نقعد نتناقش ونهيص مع بعض، واحنا كل يوم بنسهر سهره حلوه زي دي. تعالي يلا. بركاتك يا شيخ خالد. اتجوزت ابو شيماء شهرين وحبلت. الدكتور قال لي نامي على ظهرك وطلب منه ما يقرب ليش. طفش فضلت مرمية عند امي لحد ما جبت البيت، وحصل لها اللي حصل، جي شاف رجليها وطلقني. كرهت الرجالة كلها. لكن انت لا، انا كنت عايزه اموتك بس حبيتك، ما كنتش عايزه احبك بس انا بحبك. انت عملت فيا ايه؟ يلا يلا اوصلك. تعالي تعالي تعالي. انت فيك ايه؟ تعالي بس. تعالى هنا. لا لا بلاش هنا، البت نايمة هنا. تعالى في الأوضة التانية. هو أنا اللي دايخة ولا أنت اللي دايخ؟ معلش معلش. هي دي الأوضة. Thank you.
أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فضلنا ولمنا وهبا هبا هبا مين؟ ده انا هجيبه لو في بطن ام ودن الحوت. هاتيله. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش جدك. هوب واحدة واحدة. أم أم أنا وقفت. أم 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. جرد الماء بسرعة بسرعة. القبر ده مدفون فيه ولي من اولياء الله الصالحين. دورة الميه دي لازم تتهد. تتهد الميه دي مش اذت سيدنا وجت في بيتك. كل يوم ترش قبره بمية الورد وتجري له الفاتحة على كد ما تقدري. أبوس رجلك أبوس رجلك يا مولانا ما تسيبنيش. سامحني واعف عني أنا عمية. أبوس رجلك. بنتي وقفت على إيدك اعتبرني خدامة تحت رجليك وحياتك وحياة الغاليين ومعانا السيدة نفيسة ما أنت سايبني. اقبل توبتنا رجلك يا مولانا. اقبل توبتنا وسامحنا يا سيدنا. ربنا بس اللي يقبل التوبة مش عبده. يا سيدنا أنا وبنتي أهو عاوزنا نقعد معاك هنا نقعد نروح معاك آخر الدنيا نروح بس ما تسيبناش. محدش يفتح باب الأوضة إلا لما أفتحه ومحدش يكلمني ولا يسألني. عمرك يا سيدنا. بسم الله
حافظه قل هو الله احد؟ حافظها بس بتلخبط فيها. طب قولي قل هو الله احد. ها بعد كده حاولي حاولي. ها انا عارفاها. قل هو الله احد. قل هو الله احد. قل هو الله احد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد. لم يلد. ولم يولد. ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له كفوا احد. يحفظك ربنا. ما تقفيش على رجليك لا تتعوج. اصبري اما نركب الجهاز. طب ما انا بعرف اقف اهو. هتسمعي الكلام ولا اقول لسيدنا؟ خلاص هسمع. صباح الخير. صباح الخير يا سيدي. ايه حفظت سورة الفلق؟ حفظتها بس بتلخبط فيها. قولي وانا هقول معاكي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ربنا يحفظ. ومن شر النفاثات في العقد. لا 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 يا حبيبتي ما تقوليش كده. ده انت هتمشي وهتجري كمان. طب ما انت امي زعل. لا امك مش زعلانه ولا حاجه. امك فرحانه. احنا كلنا فرحانين. بص عمك متولي فرحان ازاي. خبط عليه. صباح 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 صباح. اقعدي امال اقعدي لحسن يخرج وما يرجعش. ده ما كلش لقمه من صباحيه ربنا. اخر لقمه دخل الجوف امبارح بالليل زي دلوقتي. هو لما عاوز هيطلب. خش نام يا صباح. مش هخش انام يا اخويا. انا هخش اجيب فرشتي واجي انام هنا على عتبه بابه. ويلا بقى مع السلامه. تصبحوا بالخير انتوا الاثنين كده يعني. يلا صباح الخير يا صباح. طب من اهل اقول لك نميله تحت عقب الباب هنا يا صباح. يلا يا اخوي. يلا زينهم. مع السلامه.
صباح. 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 قومي نامي. الناس روح الفرش. طيب طب خلاص خليك قاعد، انا ما اكلتش حاجه من امبارح، اقعد ناكل سوا. عندك ايه؟ عندي الخير كله، خمس دقايق والاكل يكون جاهز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة. يلا بينا عبد الرحمن. ما تحكي لنا حكايتك. خلاص احنا نتغدى واحكي لكم حكاية ثانية، اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا. كتر خيرك، فعلا الأولاد بقت حالتهم المعنوية أحسن كتير. معلش يا دكتور بقى هنتقل عليكم النهاردة. طمنتي على الاولاد وعلى حسن؟ انا ماشيه في سكته، يمكن يكون هو سابقني، بس اكيد هنتقابل. حكايته دي بجد غريبه جدا. تستغرب يا دكتور لو قلت لك ان انا كل يوم بحبه اكتر من الاول. والله انا ما بقيت عارف مين العيان ومين الدكتور. وانا اول مره اتعرض لموقف مؤثر زي ده، باين عليه راجل طيب قوي مش وش بعدنا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر،
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يدك على المسند وصيلي. وصيلي. هوبا. بصي. بصي. بسم الله. خير؟ قريب قريب إن شاء الله.